توقفنا قبل الفاصل يا استاذنا عند الكلام على امتنان ربنا سبحانه وتعالى على اهل الجنه بان هو سبحانه وتعالى بيخبرهم ان هم لما يدخلوا الجنه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكنا اتكلمنا على اللغو، ان الانسان مطلوب منه ان ينزه نفسه عن اللغو. لو هنكمل في هذا السياق وهذه النصائح المهمه التي ينبغي لكل مسلم الان ان يتصف بهذه الصفات التي ان شاء الله تؤهله وتجعله اهلا من اهل الجنه. فإيه تاني في اللغو ممكن الإنسان يجتنبه، مطلوب من الإنسان اللي هو يجتنبه؟ أول شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله سبحانه وتعالى، فحدد الثلاثة التي تخرج عن اللغو. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للمسجد قداسة، نعم، وأعطى للخطيب وهو يخطب فوق المنبر قداسة، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يجوز الكلام بأي حال من الأحوال. ولذلك حتى كلمة أنصت التي تنصح بها أخاك وهو في المسجد تعتبر لغوا. ولذلك قال من قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له أي لا ثواب له. وكأن يعني احنا كأن عايزين حضرتك تقول للناس شوفوا خطورة اللغو ده، ممكن يفسد الصلاة، فبالتأكيد هيفسد العمل، يفسد العمل كله. يفسد كل الأعمال، وأنت تحاسب على ما تقول. يعني حينما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ وهو حبيبه قال له أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، صحيح، فكأنك تمسكه بيدك، أمسك عليك لسانك. ولما قال له سيدنا معاذ أو محاسبون بما نقول يا رسول الله، وكل واحد فينا هيتكلم شوية كلام هيحاسب عليهم، قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتين. يا الله، يبقى هذا هو اللغو وخطورة اللغو، أنك تخوض، إما أن تخوض في كلام لا فائدة فيه، وإما أن تخوض في أعراض ناس يأخذون حسناتك يوم القيامة. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ والصحابة يعلمون أن الإفلاس يكون في الدراهم وفي المال وفي مثل ذلك، فقالوا المفلس فينا يا رسول الله، أو المفلس منا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال بل المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وكذا وكذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته وبقي عليه من السيئات لهم طرحت عليه سيئاتهم ثم طرح في النار. والعياذ بالله. طيب احنا كنا برضو وصلنا الكلام مستمر على اهل الجنه او على المتقين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى عقب بقوله جزاء من ربك عطاء حسابا. نعم. كلمه جزاء، الجزاء هو المكافاه التي تجازى بها على ما قدمت. دي اول حاجه. يبقى الجزاء يبقى من جنس الايه؟ من جنس العمل. هذا الجزاء. لكن حينما يأتي العطاء، الله، فالعطاء يكون ممن؟ بفضل، زيادة. زيادة. يبقى العطاء هذا لا تحسبه الحسنة بعشر أمثالها، يا سلام، ولا تحسبه بسبعمائة ضعف، يا سلام، وإنما لا حد له. تعطى أجرك بغير حساب، لأنك عملت حساب ربك سبحانه وتعالى. ده يدل عليه كلمة عطاء. عطاء. فإحنا عندنا هنا جزاء وعطاء. فالجزاء حضرتك قلت لي ده مقابل ما فعلت. مثلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن العطاء ده مرتبة زائدة عالية. وحينما تسمع كلمة العطاء، خدت بالك، تقول فنعم العطاء من رب كريم. الله. على طول كده. عطاء. صحيح. وشوف انظر كما تكلمنا عن الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. انظر إلى كلمة عطاء، تجد فيها العين القوي، وتجد فيها الطاء القوية المطبقة، خدت بالك، وتجد فيها الهمزة القوية، وتجد فيها الألف القوية، فالكلمة عبرت بأصواتها عن معناها.
يا سلام عطاء. هو بقى قال من ربك هنا ليه يا استاذنا قال ما قالش من إيه من الله ليه اختار كلمه ربك؟ ده انا عاوز اقف معاك كمان على التنكير الذي جاء في الكلمات جزاء من ربك ايه عطاء حسابا كلها نكره والنكره تعم يعني العطاء لا حد له يا سلام يعني تنكير الكلمه له ايضا دلاله ان العطاء والجزاء عميم يا سلام. وحينما تجد الكلمه جزاء نعم من مين من ربك الجزاء ده ممكن يجي لك من البشر نعم في اي عمل تعمله صحيح لكن الجزاء حينما يقول من ربك يا سلام يا القيد ده من ربك ولم يقل من ربنا من ربك الله يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وكأنه يقول له جزاء من ربك لأجلك صلى الله عليه جزاء من ربك ثم يقول له عطاء حسابا